وحدتنا مصدر قوتنا هو يعني توحد الشعب والتكاتف بين القيادة وبين الشعب والتلاحم هو مصدر القوة ومصدر التماسك ومصدر الارتباط التام. أقول بلدي بالتوفيق يا رب لدولة قطر في جميع الأمور وفي هذا المونديال، وإن شاء الله بإذن الله سينجح ويبيض وجه البلاد ويبيض وجوهنا بإذن الله، ونرحب بجميع العالم ومن يزور دولة قطر. وكما قال حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، مرحبا بالجميع في دوحة الجميع. والله شبه حزين وحزين أني ما راح أحضر المونديال في دولة قطر، لكن إن شاء الله بإذن الله سيكون المونديال في قلبي أينما كنت، وسوف أتابع إن شاء الله بإذن الله جميع فعاليات المونديال بإذن الله. وهني بلدي دولة قطر، وأهني سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وأطال الله بعمره على طاعته، وأهني حضرة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وأهني الأسرة الحاكمة، وأهني الشعب القطري ومن يعيش على أرض قطر من قطري ومقيم، وأقول افتخروا وافرحوا بهذا المونديال. أقول لجميع ضيوف دولة قطر من جميع قارات العالم مرحبا بكم في دولة قطر، ومرحبا بالجميع في دوحة الجميع، ونتمنى لكم بإذن الله أن تستمتعون بأجواء طيبة وممتازة ورائعة بإذن الواحد الأحد.